انا كنشكر كاع الدراري ولا الدرب صراحه كما كتشوفوا فالسمعه طيبه، وبغيت انا مثلا نكون في المستوى زعما كاين ديال هاد التطلبات ديالهم. فالبادره انني نترشح في هذه المنطقه ما كانش، ما جاتش الصراحه من عندي، فكان اتصل بي الامين العام ديال الحزب اللي لح عليا قال لي باش تنزل في هذه المنطقه وتكون عندك واحد التمثيليه. كذلك الزوجه ديالي حتى هي دعمتني قالت لي ضروري خصك تنزل. ما انا كان عندي واحد التردد في البدايه. الوالده ديالي حتى هي قالت لي لا، قالت لي لان هذا الشيء فيه مسؤوليه وهذه وكتاخذ واحد السمعه خايبه الا ما حققتيش المطالب الناس. فعموما انا كيبان لي دابا ملي كنشوف هذا الوجوه ديال هذا الشباب يعني انا الضغط كيزيد عليا. يعني شوف شوف هاد الاخوان زعما كاين زعما كلهم عندهم واحد التطلعات وداك الشيء اللي خص صراحه تلبى لهم. بالنسبه لهذه المنطقه فكما كنشوف انا يعني منطقه مهمشه على مستوى قبه ديال البرلمان، فكنتمنى ان الى ان شاء الله وصلت شي نتيجه وشي حاجه تكون في المستوى ديالهم ونسمع الصوت ديال هذه المنطقه في هذيك القبه. وشكرا. كتقدمها لهذا الشباب؟ الوعود كما درنا في الشعارات، يعني اول حاجه اللي كنلاحظها مهمه هنا بزاف هو البطاله في اوساط الشباب، فكنتمناو هذه النقطه هذه. يعني نفكروا في شي حلول بديله. كاين بزاف المعطلين سيرتو في القيصريه وداك الشيء، فهاد الفئه هذه اللي خصنا نفكروا فيها، هذه هي المعضله الاساسيه اللي كاينه هنا في هذه المنطقه هذه. الشباب كما كتشوفوا راه كاين الناس خارين وماشي هذا الشيء. شي سؤال اخر؟ قول لي كاينين شي دراري خارين وماشي خدامين ما والو. وي اسره بغينا اسره بغينا اسره. خذ لقطه خذ لقطه. انا معاك. حاجة قلنا شي حاجة على السي رشيد أسرة. الله يكمل بخير. ها؟ الله يكمل بخير. ولد تسلم معنا كلمة صغيرة تقول ها؟ تنتمنوا لي التوفيق. شنو كتنتظروا من السي رشيد أسرة؟ كنتنتظروا فيه، كنتنتظروا منه هاد البلاد تزيد لقدام. شنو الحوايج اللي ما عندكمش هنا في المنطقه وبغيتو ان شاء الله الا نجح انه يحققها لكم؟ وراه هو راه عارف اللي هو غادي يكون فهمتي بلا راه احسن منا حنا. شكرا لكم.